بها عسلامة، مرحبا بك في السيونس اليوم باش يتارى الرياكسيون بتاع النيوغليكوجيناز. كانت تذكر النيوغليكوجيناز هي دونك في المبدأ متاعها عكس الجليكوليز، دونك هذه حاجة. دونك بدينا بشي مع الجليكوليز. الجليكوليز تبدأ من اليمين، تبدأ موليكول متاع جليكوز اللي دونك سيس كربون، ونمشيوها حد الهوني، دونك نمشيو هذوما الرياكسيون الاولين، وبعد نمشي ونمشي هوني لنوصلوا نصنعوا بيروفات اللي هي الموليكول اللي متكونه من تروا كربون. باه دونك لاحظ انه في البارتي الاولى نوصلوا نصنعوا دونك دو موليكول، واحده منهم دي هيدروفوسفات اسيتون، والثانيه هي الجليسير الديهيد 3 فوسفات. ومن بعد باش نشدوا زوز كعبات من هالجليسير الديهيد 3 فوسفات اللي هي متكونه من تروا كربون، ودونك باش نمشيوها في دونك البارتي الثانيه نتاع الرياكسيون لنوصلوا نصنعوا البيروفات. هذه هي الجليكوليز. هوني شوف رمارك صغيرة، أنه في الجليكوليز فما دي رياكسيون ريفرسيبل، دي رياكسيون ريفرسيبل هذوما كما هذه، كما تراه مثلا هذه دونك تراهم فازة الدوبل فلاش، فلاش يطلع اللوط الفوق وفلاش يهبط اللوطة. علاش حطيت الدوبل فلاش؟ على خاطر الرياكسيون هذه نجمو نمشيوها من الجليسير الديهيد 3 فوسفات لل الانتروا بيفوسفوغليسيرات، والا نجم نعكسها بالعكس، نشد الانتروا بيفوسفوغليسيرات ونعكسها نصنع منها الجليسير الديهيد 3 فوسفات. الانزيم هذه تخدم لي دو رياكسيون، ما عندها حتى مشكله. دونك نجم نستعملها في النيوغليكوجينيز، دونك نجم تو سامبلومون ندخلها في النيوغليكوجينيز. اما لاحظ انه فما تروا رياكسيون اللي هما ايريفيرسيبل، اللي هما دونك تراهم اللوطه بالكل على اليسار هوني، دونك هذه الرياكسيون الاولى كما ترى فلاش من جهه واحده، دونك رياكسيون ثانيه هوني، ورياكسيون ثالثه دونك هوني. لي تروا رياكسيون هذوما ايريفيرسيبل، دونك في النيوغليكوجينيز باش نحاول نلقى ثنيه باش ندور عليهم، باش نشد مثلا البيروفات نرجعوا الفوسفو انول بيروفات بثنيه اخرى، ماشي الثنيه هذه. باه دونك هذه هي الفكره شنيه. وان فوا عكسنا هالليزيتاب ايريفيرسيبل دونك سي بون، نجمو مثلا ان فوا عكسنا البارتي هذه دونك لي رياكسيون هذوما كلهم نمشيوهم، كلهم نمشيوهم لنوصلوا للايتاب ريفرسيبل الثانيه. دونك ديما نجمو نخدموا شيء هذايا. دونك باش نبداو باول رياكسيون ريفرسيبل اللي هي من البيروفات، باش نحاولوا نردوه فوسفو انول بيروفات. دونك الحكايه هذه تصير في وسط السيلول الايباتيك، بالضبط في وسط الميتوكوندريم تاع السيلول الايباتيك. اون فيت اول رياكسيون باش نعملوها باش نشدو البيروفات باش نردوه دونك اوكزالو اسيتات. البيروفات هو موليكول متكون من تروا كربون، الاوكزالو اسيتات موليكول نتاع كتر كربون. دونك هوني ستون رياكسيون وين زدنا كربون، دونك الانزيم اللي هي باش تخدم الشيء هذايا دونك سميوها البيروفات كربوكسيلاز. كربوكسيلاز معناتها انزيم اللي هي تزيد كربون. دونك افكتيفمون هكاش عملت. الانزيم هذه تتطلب دي كوفاكتور نسميوهم لي كوفاكتور A B C. دونك A معناتها ATP، B معناتها بيوتين، والC معناتها CO2. دونك الA ATP خاطرها رياكسيون تتطلب انرجي، دونك باش تصنع ليزون كوفالونت جديده دونك تتطلب انرجي، والCO2 هو من وين باش تجيب دونك الكربون، والبيوتين هو كوفاكتور لازم للرياكسيون هذه. باه دونك هذه ليتاب الاولى. ليتاب الثانية هو أنه نستحق هالأوكزالو أسيتات نخرجها من وسط الميتوكوندري متاع سيلول إيباتيك لوسط السيتوبلازم متاع سيلول إيباتيك. المشكلة أنه الأوكزالو أسيتات ما تجيبش تعدى وسط الميتوكوندري، دونك ما تجيبش تعدى من هيك الممبران متاع الميتوكوندري. دونك باش نحاول دونك نلقى ثنية باش نخرجها. كيفاش؟ الأوكزالو أسيتات نجم نحولها الملات، الملات دونك عنده باس ينجم يتعدى، دونك سي بون نجم يخرج ويرجع لبرا. دونك اون فوا وصل للسيتوبلازم ينجم يرجع تو سامبلومون اوكزالو اسيتات. دونك كوم كوا خرجنا الاوكزالو اسيتات، جوست عدينا بثنيه صغيره في الوسط وكاو. باه اون فيت ليتاب هذه اللي تراها هي ايتاب نتاع سيكل دو كريبس. دونك سيكل دو كريبس اللي بروبابلومون تخاف منه دونك ديما باش يعاود يرجع. دونك سيكل دو كريبس باش نحطه قدامك. دونك هذا هو سيكل دو كريبس. دونك اوكزالو اسيتات مع اسيتيل كوا يعطيو سيترات، وبعد من السيترات نوصل نصنع سكسينيل كوا، ومن بعد فما مالات. دونك مش تيكو دو كريبس كامل باش نتروماتيزيكش، دونك ما نحب ما حطيتوش كامل. باه دونك اون فيت انا في الرياكسيون تاع نيوغليكوجينيز شديت الاوكزالو اسيتات رجعتو المالات. دونك كوم كوا تيكو دو كريبس عملتو بالعكس، دونك قلبت السونس نتاعو، وهذه حاجه نجم نعملها على خاطر الرياكسيون هذه كما ترى هوني دوبل فلاش. دونك دوبل فلاش معناتها رياكسيون ريفرسيبل، نجم نمشيها من لي دو سونس.
دونك سي بون موري مريقلة. علاش حبيت نجبد لك فاس السيكل دو كريبس ونمرجك؟ على خاطر اون فيت من السيكل دو كريبس تنجم تفهم كيفاش لي زاسيد اميني والبروبيونات نجم نصنع منهم سكر. دونك لي زاسيد اميني والبروبيونات دونك نجم مثلا نردهم سكسيني القوة. دونك كما ترى برشا دي زاسيد اميني والبروبيونات نجم نبدلهم سكسيني القوة. سكسيني القوة بالسيكل دو كريبس ينجم يولي مالات، والمالات ينجم يخرج ويرجع لي اوكزالو اسيتات، ومن بعد الاوكزالو اسيتات نجم نوصلوا سكر. دونك هذا كيفاش معناتها فريمون وصلنا من لي زاسيد اميني دونك صنعنا سكر. فازة اخرى تجنب تتذكرها هو انه البيروفات نجم نجيبه من اسيد اميني معروف اللي هو اسمه الالانين. دونك هذه فازة اخرى. به دونك نرجعوا للنيوغليكوجينيز نتاعنا بعد هالفاصل الاشهاري على السيكل دو كريبس. دونك نرجع للاوكزالو اسيتات. هالمره الاوكزالو اسيتات باش نشد نحولوا الفوسفو انول بيروفات اللي هي دونك الرياكسيون فينال نتاعي. دونك عكست الرياكسيون نتاع الجليكوليز. كي تتذكر البيوت نتاعنا انو نعكسو الرياكسيون اللي هي تخرجنا من الفوسفو انول بيروفات وتوصلنا للبيروفات. نحبو نعكسو شي هذايا افكتيفمون. توا سي بون وصلنا للمحطه نتاعنا. دونك جوست نشوفو هل الرياكسيون هذه اش تتطلب كوفاكتور. دونك هذه رياكسيون اللي هي باش تحول لي الاوكسالو اسيتات اللي فيه 4 كربون الفوسفو انول بيروفات اللي فيه 3 كربون. دونك رياكسيون هذه باش تتطلب لي دونك يونيتي نتاع انرجي سو فورم نتاع جي تي بي، وباش تخرج لي كعبه سي او 2 على خاطر دونك كيما ترى خسرت كعبه كربون. باه واسم الانزيم اللي تخدم الشيء هذه هي الفوسفو انول بيروفات كربوكسيكيناز. دونك هذه هي اسم الانزيم اللي تخدم الشيء هذه. مي دونك سي بون هذه اول رياكسيون عكسناها. تو باش نمشيو دونك باش نمشيو قبل ما نمشيو للرياكسيون الثانيه ريفرسيبل باش نقفوا على محطه صغيره اللي هي المحطه نتاع الدي هيدرو فوسفات اسيتون. دونك هالموليكول هذه ما هيش حقيره، ما هيش كومبليتوم حقيره على خاطر باش نتحقوها في فاز صغيره. دونك الموليكول هذه باش نستحقوها باش ندخلوا موليكول اسمها الجليسيرول في وسط السيكل في وسط مش السيكل دو كريبس في وسط النيو جليكوجينيز. دونك هذا كيف بالدي هيدرو فوسفات اسيتون باش ندخل الجليسيرول في النيو جليكوجينيز. كيفاش؟ دونك هذه دي هيدرو فوسفات اسيتون حطيتها الفوق. دونك الجليسيرول حطيتها اللوطه. الجليسيرول النجم دونك نزيد لها كعب فوسفات ونصنع الجليسيرول 3 فوسفات. دونك الرياكسيون هذه تتطلب انك تزيد كعب فوسفات. من وين باش تجيبها؟ باش تجيبها من الاي تي بي. دونك هذه حاجه. اسم الانزيم اللي تخدم الشيء هذه هي الجليسيرول كيناز. جليسيرول كيناز اسم على الجسم، كيناز معناتها تزيد فوسفات. دونك هذه انزيم اللي تزيد فوسفات للجليسيرول. دونك سهله الحكايه. باه دونك هذه الرياكسيون الاولى. الرياكسيون الثانيه دونك باش نشدوا الجليسيرول 3 فوسفات دونك نردوه الدي هيدرو فوسفات اسيتون. اسم الانزيم اللي تعمل الشيء هذه اسمها الجليسيرول 3 فوسفات دي هيدروجيناز. وفين ما تسمع كلمة دي هيدروجيناز معناتها ستون رياكسيون تاع اوكسيدو ريدكسيون. دونك اش معناتها اوكسيدو ريدكسيون؟ معناتها فما كعبة ان ا دي بلس باش تولي ان ا دي هاش. دونك سي بون وصلنا للبيت نتاعنا. كي تتذكر الجليسيرول من وين جبناه؟ جبناه من التري جليسيريد. الخضر التري جليسيريد يعطيونا جليسيرول ودي زاسيد غرا. دونك هذا كيفاش نجم ندخل الجليسيرول وسط دونك النيوغليكوجينيز. دونك هوني الجليسيرول رديته دي هيدرو فوسفات اسيتون، ودي هيدرو فوسفات اسيتون ينجم يطلع الفوق ينجم يرجع لي جلوكوز. وهذه هي الفكره نتاعنا هكا علاش دونك وقفنا في المحطه هذه. باه دونك نمشيو توا للرياكسيون ريفرسيبل الثانيه نتاعنا دونك اللي هي هذه. دونك من الفركتوز سيس فوسفات للفركتوز اسيس بفوسفات. توا باش نحاول نعمل العكس، نشد فركتوز اسيس بفوسفات نرجعو فركتوز سيس فوسفات. دونك الشيء هذايا يصير في السيتوبلازم نتاع السيلول ايباتيك. دونك الرياكسيون هذيا تصير بانزيم اللي هي دونك اسمها الفركتوز اسيس بفوسفاتاز. دونك فوسفاتاز اش معناتها؟ معناتها باش تنحي فوسفات اللي هي حاجه لوجيك. دونك اون فيت انت باش تنحي كعب فوسفات من هالفركتوز اسيس بفوسفات. دونك باش تنحيها من البوزيسيون ا باش توصل في الاخر تصنع الفركتوز سيس فوسفات. دونك هذه هي الفكره شنيه. باه دونك كيما ترى تتطلب الماء وتخرج كعبه دونك فوسفات
اللي هي حاجه لوجيك برشا، دونك خساره كابو فوسفات هيك علاش اسمها الانزيم فوسفاتاز. به دونك تو باش نمشيو للرياكسيون الاخرانيه نتاعنا اللي هي دونك الجلوكوز 6 فوسفات نستحقوا نرجعوها جلوكوز. دونك رياكسيون الاخرانيه باش تصير في الريتيكولوم اندوبلازميك نتاع سيلول ايباتيك. دونك الجلوكوز 6 فوسفات شنو باش تعمل؟ دونك باش تدخل للريتيكولوم اندوبلازميك، وسط الريتيكولوم اندوبلازميك فما اون انزيم دونك اللي هي باش تشد هالجلوكوز 6 فوسفات ترجع جلوكوز. دونك اسم الانزيم هذه هي الجلوكوز 6 فوسفاتاز، اسمها الجسمها معناتها باش تنحي كعبه فوسفات، وكعبه الجلوكوز هذه تنجم تخرج من الريتيكولوم اندوبلازميك، وان فوا خرجت من الريتيكولوم اندوبلازميك ووصلت للسيتوبلازم باش تخرج من السيلول الايباتيك، خاطر كما قلنا السيلول الايباتيك ما هيش باش تستعمل السكر نتاع النيوغلوكوجينيز، ما هي بتستحقوش هي، خاطر هي تجيب الانرجي نتاعها من لي زاسيد غرا. دونك هالجلوكوز هذيا وين باش تمشي؟ باش تمشي للي زورغان يستحقوا جلوكوز اللي هما دونك لي غلوبول روج والمخ. وهذه سيونس اليوم، ان شاء الله كون عاونتك.